وفي يوم من الأيام جاء الوزير للوالي برمانة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله. فنظر الوالي إلى كتابة الرمانة فظن إن تلك الخطوط كتبت بقلم القدرة وليست من صنع البشر، فقال الوزير هذه هي آية بينة وحجة قوية على إبطال مذهب الرافضة ويقصد الشيعة. فاقترح الوزير أن يجمع الوالي علماء الشيعة وشخصياتهم ويريهم الرمانة، فإن تخلوا عن مذهب التشيع واعتنقوا مذهب أهل السنة تركهم بحالهم، وإن أبوا إلا التمسك بمذهبهم خيرهم بين ثلاثة أمور: الأول أن يدفعوا الجزية كما يدفعها غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس، الثاني أن يأتوا بجواب لرد وتفنيد الكتابة الموجودة على الرمانة، ثالث أن يقتل الوالي رجالهم ويسبي نساءهم وأولادهم ويأخذ أموالهم بالغنيمة. فأرسل الوالي إلى شخصيات الشيعة وأحضرهم وأراهم الرمانة وخيرهم بين الأمور الثلاثة المذكورة، فطلبوا المهلة منه ثلاثة أيام. فاجتمع رجالات الشيعة وأهل الحلم والعقد يتذاكرون فيما بينهم حول كيفية التخلص من هذه المشكلة، وبعد مذاكرات طويلة اختاروا من صلحائهم 10 رجال، واختاروا من 10 3، وتقرر أن يخرج في كل ليلة واحد من 3 إلى الصحراء ويستغيث بالإمام المهدي عليه السلام. فخرج أحدهم في الليلة الأولى فلم يتشرف بلقاء الإمام ولم تنحل المشكلة، وهكذا حدث للثاني أيضا. وفي الليلة الثالثة خرج الشيخ محمد بن عيسى الدمستاني وكان فاضلا تقيا، فخرج إلى الصحراء حافيا حاسر الرأس، وقضى ساعات من الليل من البكاء والتوسل والاستغاثة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لكي ينقذهم من هذه الورط والبلاء. وفي الساعات الأخيرة من الليل حضر الإمام المهدي عليه السلام وخاطبه: يا محمد بن عيسى، ما لي أراك على هذه الحال؟ ولماذا خرجت إلى هذه البرية؟ فامتنع الرجل أن يذكر حاجته، فقال له الإمام: أنا صاحب الأمر فاذكر حاجتك. قال محمد بن عيسى: إن كنت صاحب الأمر فأنت تعلم قصتي ولا حاجة إلى البيان والشرح. فقال الإمام: نعم، خرجت لما داهمكم من أمر الرمانة وما كتب عليها. فلما سمع محمد بن عيسى ذلك أقبل إلى الإمام وقال: نعم يا مولاي، تعلم ما أصابنا وأنت إمامنا وملاذنا والقادر على كشفه عنا. فقال الإمام: إن الوزير لعنه الله في داره شجرة رمان، فلما حملت تلك الشجرة صنع الوزير قالبا من طين على شكل الرمانة وجعله نصفين ونحت في داخله تلك الكلمات المذكورة، ثم جعل رمانة من الشجرة لذلك القالب وشد القالب على الرمانة وكبرت، دخل قشرها في تلك الكتابة المنحوتة. فإذا مضيتم غدا إلى الوالي فقل له: جئتك بالجواب
ولكني لا أبديه إلا في دار الوزير، فإذا مضيتم إلى داره فانظر عن يمينك ترى غرفة، وسيمنعك الوزير عن ذلك، ولكن عليك بالإلحاح وحاول ألا يدخل الوزير تلك الغرفة قبله، بل ادخل معه، فإذا دخلت الغرفة فترى كوة، وهي ثقب في الحائط توضع فيه الأشياء، وربما نفذ منها الهواء والضوء، فيها كيس أبيض فانهض إليه وخذه، فترى فيه تلك الطينة وهي القالب التي عملها لهذه الحيلة، ثم ضعها أمام الأمير، ثم ضع الرمانة فيها حتى ينكشف إن الرمانة على حجم القالب. ثم قال الإمام المهدي عليه السلام: يا محمد بن عيسى، قل للوالي إن لنا معجزة أخرى، وهي إن هذه الرمانة ليس فيها إلا الرماد والدخان بسبب عدم دخول الضوء والهواء إليها، وبسبب وجودها داخل القالب، فإن أردت صحة هذا الخبر فأمر الوزير بكسرها، فإذا كسرها طار الرماد والدخان على وجهه ولحيته. انتهى اللقاء، ورجع محمد بن عيسى وقد غمره الفرح والسرور، وانصرف إلى الشيعة يبشرهم بحل المشكلة. وأصبح الصباح، ومضوا إلى الوالي، ونفذ محمد بن عيسى كل ما أمره الإمام عليه السلام. فسأله الوالي: من أخبرك بهذا؟ قال: إمام زماننا وحجة الله علينا. فقال: من إمامكم؟ فأخبره بالأئمة الاثنى عشر واحدا بعد واحد، حتى انتهى إلى الإمام المهدي صاحب الزمان عجل الله ظهوره. فقال الوالي: مد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإن محمدا عبده ورسوله، وإن الخليفة بعده بلا فصل أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أقر بالأئمة الطيبين الطاهرين عليهم السلام، وأمر بقتل الوزير، واعتذر إلى أهل البحرين.